دار الهوى على نار الهوى رجعي صباح الخير لكل يلي قرر انه يرافقونا بموعد صباح جديد عم يجدد في اللقاء معكم من ارض عاصمه الياسمين دمشق. اليوم الاربعاء 24 الاول 2017، ان شاء الله يرسم هنهار كل ملامح الخير والسلام. فقراتنا لليوم منوعه وعناوين جديده بنحاول من خلالها رصد معالم الحياه بسوريا، ودائما تحيتنا الاولى بنوجهها لحماة الديار صناع السلام وحراس الحياه. صباحنا بلش بتجوف ومحطات عديده، لكن بالبدايه بدي صبح على زميلتي سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، وصباح الخير لجميع مشاهدي الاخبار السوريه. يوم جديد عم نترافق معكم برحلتنا الصباحيه ومحطاتنا يلي رح نسلط فيها ضوء على مختلف الانشطه والفعاليات بسوريا. تحيتنا الاولى دائما وابدا لابطال الزمان والمكان، رجال الله في الميدان. اكيد المواضيع يلي بتريدوا انها تكون عناوين لحلقاتنا الجايه راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. رحلتنا الصباحيه بلشت بمواضيعها ومحطاتها، ولكن بعد الفاصل. أما هلأ مشاهدينا خلونا نرجع بالذاكرة لورا ونقلب بصفحات روزنامة اليوم لنتعرف على الأحداث يلي سجلت حضورها بالذاكرة بتاريخ 4 تشرين الأول. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الخوف يحدث اضطرابات في مادة الميلانين المسؤولة عن تلون الشعر على المدى البعيد ويظهر الشيب؟ وهل تعلم أن صعود الدرج ونزوله لمدة 10 دقائق صباحاً يكسبك يقظة ونشاط أكثر من فنجان القهوة؟ وهل تعلم أيضاً أن هناك دراسة نفسية توصلت إلى أن الشخص عندما يقرأ معلومة عن مرض معين يبدأ بتخيل أعراضه؟ وهل تعلم أخيراً أن النظر إلى البحر لمدة 5 دقائق كافي لتحسين المزاج والذي ينعكس إيجابياً على الصحة؟
لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1824 الإعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك، وفي عام 1957 الاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنيك 1، وفي مثل هذا اليوم من عام 1959 المسبار السوفيتي لونا 3 يلتقي ثلاث صور للجهة المظلمة من القمر، وفي عام 1969 جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجرائها تجربتين نوويتين، وفي عام 2016 الإعلان عن فوز ديفيد ثاوليس ودانكن هايلدن ومايكل كوسترليتس بجائزة نوبل في الفيزياء لأعمالهم حول التحول الطوري والمراحل الطوبولوجية للمادة. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1916 فاتيلي جينزبورغ، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2003، وفي عام 1918 بوكي عالم كيمياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1981. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1669 رامبرانت رسام هولندي، وفي عام 1904 فريدريك بارتلودي نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. مثل ما تابعنا كل يوم نحن من خلال حكايه يوم بنتابع اهم الاحداث يلي سجلت عبر التاريخ، واكيد كمان في معلومات رح نتعمق فيها لنتعرف على تجربه ابداعيه تركت بصمتها على مدى التاريخ. مين هي شخصيه اليوم؟ رح نتعرف عليها اكثر بالتقرير التالي. رامبرانت فان راين رسام هولندي ولد في امستردام في عام 1606، ونظراً للقوة التعبيرية الكبيرة التي تتميز بها أعماله ولوحته الشخصية، بالإضافة إلى معرفته العلمية بنظريات الضوء والظلال وكذلك القيم الإنسانية النبيلة لأفكاره وتأملاته الشخصية حول مصير الجنس الإنساني، هذه العوامل جعلته يعد ضمن كبار الأساتذة في فن الرسم الغربي. كان له أثناء حياته شأن كبير، واشتهر أيضاً بأعماله عن طريق الرسم بماء الذهب مثل اللوحات الأشجار الثلاثة وقطع الماء فلوران نقدية. أهم أعماله هي لوحته لدراسة التشريح مع الدكتور توليب والمشاهدة الليلية، وهي لوحات متعددة الشخصيات كان قد برع في إضفاء الحياة عليها، وقد تأثر بالفنان كارفاجيو وروبنز، لكنه استخدم تأثيرات الضوء ووضع الألوان بحرية ليبرر الحالة العاطفية والنفسية. أبرز لوحاته الجمال الروحاني من خلال اختياره لأبطاله من الشخصيات الشعبية بدلاً من النبلاء. صور نفسه في لوحات متعددة تعبر عن شخصيته في مراحل حياته الطويلة والتغيرات التي مرت به في حياته، ويتضح بلون أصفر قاتم. من بين أعماله الفنية المشهورة والمحفوظة في متحف في أمستردام والدة رامبرانت وجولة في الليل، القديس بطرس وأعمال أخرى محفوظة في اللوفر. توفي رامبرانت في الرابع من تشرين الأول من عام 1669. مشروع متلازمة السعادة والفاعلية الذي جمع أكثر من 12 شابة وشابة من المصابين بمتلازمة داون ضمن سلسلة من التدريبات على بناء القدرات والمهارات الحاسوبية فيما بقي الدمج المجتمعي هو البوصلة على القائمين على المشروع. أكيد نور، بختام المشروع يلي تم من أيام على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون رح نسلط الضوء بشكل أوسع على المشروع وأبرز ما حققته على
أرض الواقع مع وسيم سعد نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية جي سي آي، وأيضا رهف حسن مسؤولة التدريب بالمشروع. يسعد صباحكم، أهلا وصحبا فيكم. صباح الخير من جديد. بالبداية أستاذ وسيم، خلينا نحكي عن هيدا المشروع، شو الهدف الأساسي منه؟ متلازمة السعادة والفعالية. هلا متلازمة داون أو الهابي أكتيف سيندروم اللي كان اسم المشروع، اليوم يطلق بالعادة على هذه الفئة من الأشخاص اسم المنغوليين، وهو اسم يعني اليوم ما عاد حدا حكى فيه، حتى بالمنظمات العالمية صار له تسمية أخرى. وهذا كمان أحد نتاج المشروع اللي بده يكون إنه يشغل عليه بالأحوال المدنية، ينشال اسم منغولي من الهوية وينحط بداله ذوي قدرات خاصة. اليوم هدول الأشخاص وقت أي حدا بيشوفهم بيقول إنه هدول ما فيهم يشتغلوا أو ما فيهم يكونوا ضمن المجتمع اللي هن موجودين فيه أو ما فيهم يكملوا تعليمهم إلى آخره من هذا الموضوع. وهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه لنورجي إنه هذا الموضوع غلط. اليوم هدول الأشخاص بالعكس عندهم طاقات، وهي الطاقات أحيانا ممكن تكون أكثر من أي شخص طبيعي ما في شيء. فهذا اللي انشغل عليه بناء على رهف يمكن بعد شوي تحكي لكم شو هي التدريبات اللي انشغلت، بس ولكن انشغل عليهم بالفعل اليوم صاروا موجودين بسوق العمل، ورح نحكي اكثر هلا بعد شوي. اكيد يعني رهف، نحن سابقا حكينا هيك لمحات لما استضفنا ايضا من المشروع، حكينا عن هاي البدايه وقديش مهم يمكن يكون عندهم تدريبات خاصه لسوق العمل ليعرفوا يقدموا نفسهم. خلينا نتعرف من حضرتك على هي التدريبات ونرجع نذكر بالمده الزمنيه اللي استغرقتها. تمام، انا بدايه كنت متواجده معهم خلال التدريبات كانت خلال 5 شهور. كان عندهم صعوبة بالتواصل معنا لأنه نحن كأشخاص جدد داخلين على حياتهم الاجتماعية، كان عندهم كتير خوف كتير خجل، ما عندهم يقدروا يعبروا عن رأيهم، عندهم صعوبة بالتواصل مع أي شخص جديد يشوفوا بحياتهم، حتى كان عندهم كتير صعوبة نطق، صعوبة بالتعبير عن رأيهم. بس خلال اكتشفنا أنه هن عندهم إمكانات، عندهم قدرات، هن ذوي قدرات خاصة وليس احتياجات خاصة، عندهم طاقات بدهم يظهروها. لحنا خلال التدريبات حاولنا ننمي هاي القدرات، نطور القدرات اللي عندهم، لأنه هن كل شخص فيهم عنده موهبة، عنده ميزة بتميز عن الآخر. لحنا صادفنا أنه كانوا كل حدا عندهم موهبة كالرسم، السباحة، الفروسية، العزف، وبالحياة هي الاجتماعية لازم نكون ندخلهم بهذا الجو الاجتماعي لنأهلهم وندعمهم لحنا كمجتمع ليعزز ثقتهم بنفسهم تماما، والحياة ما بتوقف أبدا عند مرض أو إعاقة معينة. أكيد أستاذ وسيم، خلينا نحكي قديش مهم فعليا يمكن نحتضن هدول الأشخاص، مثل ما قلت يمكن هذا المصطلح إنه منغولي قديش فعليا مؤثر نفسيا على الأشخاص اللي عندهم هي المتلازمة. ويمكن من خلال كمان درامانا كان في مسلسل خاص بيحكي عنه للأستاذ بسام كوسا، قديش مهم فعلا ننمي هي القدرات والمهارات اللي عندهم، قديش مهم فعليا يمكن الدمج المجتمعي. وهي نقطة كتير مهمة لأنه حتى الأهل بيأثروا بطريقة سلبية بدون ما يعرفوا. يعني في كتير أشخاص مثلا عندهم هاي الطفل بيخبوه، ما بيخلوه يندمج مع المجتمع أو مع رفقاته أو مع حتى قرايبينه، فهي نقطة كتير مهمة. تمام، حتى إضافة لحكي حضرتك، اليوم بعض الأشخاص يهمشوا تماما أنه أنت خلاص يعني أنت جيت هيك، ف انت مستناك ليجي اليوم اللي انت خلص ما تسوي في شيء. فقديش مهم نحن نشتغل عليه. اليوم شفنا كثير، اليوم مثل ما تفضلتي حضرتك ان كان عن طريق الدراما، في اليوم اشخاص كثير شاركوا ضمن مسلسلات، اليوم في اشخاص عم ياخذوا مراكز اولى بالسباحه. الشيء اللي اشتغلناه بالمشروع منذ البدايه وقت مثل ما تفضلت رهف، شفنا هذول الاشخاص، بلشنا أول شيء على تدريب فريق العمل، تم تدريب فريق العمل من قبل دكتور مختص بأنه كيف يتعاملوا مع هذول الأشخاص، حتى قدرنا نفوت ونحكي ونتواصل معهم، حتى فاتوا بدورات مهارات التواصل، دورات صقل الشخصية، دورات فن الخطابة. صاروا رغم أنه هن بيكون في عندهم حالة صحية
بتخلي النطق عندهم صعب شوي. رغم هذا الشيء انصقل هذا الموضوع، صار في مره عن مره عم يصير تحسن تهيئتهم للمجتمع، لانه بلحظه بتحس الاهل قرروا خلص ينهوا له حياته لهيدا الطفل. حتى يعني هنن يمكن الاهل اوقات بيعانوا من صدمه من جراء هذا الموضوع، هي الصدمه بترد على انه بتزيد الموضوع. في اهل ما بيتقبلوا لهلا هي الفكره، يعني في مجتمع ما بيتقبل، في ناس يعني مثلا قرايبين او جيران او حتى مجتمعك، الاهل كمان ردت فعلهم من خلال التعاطي مع طفلهم بهي الطريقه. وهذا الشيء اللي احنا فعلا بدنا نشتغل فيه. هلا هدول الاشخاص يعني اذا هدول اهاليهم بالعكس كانوا مبسوطين فيهم اكثر من اي اولاد ثاني موجودين عندهم. وين ما عم يروحوا وقت بيجوا عم ياخذون عن تدريبات وعم يجوا، يعني احدى الامهات قالت انه بنتي وقت صارت تروح على هيدي التدريبات وتروح على هيدي الفعاليات تيجي مبسوطه، يعني غير على غير العاده، تروح تقول انا بدي احاول ما امرض او ما رشح او ما اقرب مشان انا روح على هيدي التدريبات. بعض هدول الأشخاص في كمان بنت تانية هي عمليا عايشة لحالها، فكمان بتلاقي هي معتمدة على حالها بشكل كامل. بعض هدول الأفراد عندهم هوايات بالموسيقى كمان قدرنا نعزز لهم إياها، يعني في ضمن حفل الاختتام أحد الأشخاص خلينا يطلع يعزف على البيانو، عزف غنية كاملة لست فيروز. كمان شخص ثاني كان بيشتغل ايقاعي على الطبله، في شخص ثالث بيشتغل على الناي. اغلبيه هذول الاشخاص تم تدريبهم وتم استخراج هي الطاقات الموجوده بالدول. رح نحكي اكثر بهالتفصيل، ولكن خلينا نروح سوا مع مشاهدينا ونشوف مشاهد من تكريم الطلاب بحفل الختام يلي رزته كاميرا الاخباريه السوريه، كانت متواجده مع زميلتنا ليا نحاس، ونرجع لنكفي. مجموعة تبعت الكل بحب الفوصف عشان ماما يرحمها، وبحب كنا منيحة بالدورة قدامكين، وتعلمت فيها عن السلوك الإيجابي والسلبي والرسم وعرض رياضي وكل شيء بحب أتعلم. وهي الدورة حبيتها كثير، وعم باخذ دروس كثير حلوة بالتكات ورسم ومسرح تفاعلي بالتكات، هذا الشيء خلاني أحبه. هي المادة كتير حلوة، يعني بحسن السلوك وبدي أدرب رزم ألاقي عليها. عرشو بنت نوافق كبيرة دارس معلقة كمبيوتر واسطة ومع هيك ما قدوني العرش سائلين. كنا عم نتابع رهف مقتطفات من يمكن حفل الختام للمشروع. خلينا نحكي عن المحاور الأساسية للمشروع، يمكن النقاط الأساسية يمكن اللي من خلالها
حاولتوا تهيئوا نفسية الأطفال أو المصابين بهذا المرض؟ في يمكن تدريبات إلهم خاصة كنتوا عم تقوموا فيها؟ تمام. نحن قمنا بست محاور تدريبية. قمنا بتأهيل نفسي، تعديل السلوك، عملنا محاور الاتيكيت، مسرح تفاعلي، مهارات تواصل، مهارات النمائية. هاي المحاور كلياتها كانت تشمل عنا دقة ملاحظة وتركيز، كانت ننمي عندهم تقدير الذات، نعزز مفهوم الثقة بالنفس، ننمي عندهم بناء الشخصية، حتى اشتغلنا على بناء السيرة الذاتية عندهم لحتى نأهلهم، لحنا ندعمهم ونأهلهم نفسيا واجتماعيا لنأهلهم ويدخلوا بسوق العمل ويندمجوا مع المجتمع ليكونوا هن عندهم واثقين بنفسهم ان هن ناس حقيقيين وفعالين بالمجتمع. كل شخص فيهم عنده موهبة بده يطورها وعنده طاقة بده يظهرها، فلحنا خلال هاي التدريبات نمينا له اياها، طورنا له اياها. حاولتوا تشتغلوا على يمكن النقاط اللي هي قويه عند المصابين بهذا المرض ومن خلالها تهيئوها؟ تمام. كان كل شخص فيهم كان عنده ميزه، مثل عنده تلاقه بالحديث، كان اول شيء عندهم صعوبه، بعدين خلال التدريبات حتى تدريبات فن الخطابه صار عندهم تلاقه، صار عندهم امكانيه يعبروا عن رايهم، امكانيه بالتعبير عن الراي، المصارحه، الثقه بالنفس. هن اشخاص فعالين حقيقيين متواجدين بالمجتمع، لازم نحن ندعمهم من قبل الاهل ومن قبلنا نحن، ندعمهم ونأهلهم ليطوروا ويكون في انجاز يحققوا بالمجتمع. اكيد. طيب وسيم، خلينا نحكي شوي، يمكن نحن قلنا انه هذا المشروع هدفه مو فقط هو انه هن يعرفوا كيف يقدموا نفسهم او يقدموا سيره ذاتيه على اي مكان او يكونوا ناجحين باحدى الهوايات، اكيد في نتائج اكبر من هيك. تمام. خلينا نتعرف من حضرتك على هي النتائج اللي حصلتوا عليها. هلا الحلو من هذا المشروع انه نحن بس ما مجرد عملنا دورات تدريبية وعملنا حفل ختام وخلص، هو المشروع مستمر. نتائج المشروع أو الهدف الأساسي من المشروع أنه اليوم ندمج هدول الأشخاص بالمجتمع وبسوق العمل. بعد هذه التدريبات وبعد الشيء اللي أخذوه حصلنا إحنا على منهاج. هذا المنهاج تم بلورته بشكل كامل. المنهاج اليوم صار بين إيدين وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال لنقدر يندرس هذا المنهاج ويعتمد بشكل أساسي لتدريب مثل هيك أشخاص. فهذا نتمنى يساعدونا فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. هي من أهم النتائج تماما، وحتى الحفل يعني كان برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والأعمال السيد ريدا ريما القادري، مشكورة يعني كثير ساعدونا، ما قصر بهذا الموضوع. فهذا المنهاج اليوم قيد الاعتمادية لنعتمده كمان يكون يعتمد خارج حتى سوريا إذا فينا. الشيء الأهم اليوم دربنا 12 شاب وشابة، اليوم ست أشخاص من هدول المتدربين صاروا موظفين، قدرنا نوظفهم. الشيء الثاني كمان في 4 منهم هلأ عم يعملوا مقابلات وكمان رايحين للتوظيف. الباقيين كمان عم نحاول نأمن لهم فرص عمل. النتيجة الأهم اللي ذكرتها ببداية لقائنا اليوم، عم نشتغل كمان في محامية عم تشتغل على موضوع أنه نقدر نأثر بذات الأحوال المدنية بحيث نبدل اسم منغولي بما يذكر على الهوية الشخصية بشخص ذوي قدرات خاصة. فهذا الشيء ما له يعني، هدول الأشخاص 12 شخص هنين هلأ مثال عم نورجي في المجتمع أنه نحن قادرين نشتغل عليهم، هدول الأشخاص قادرين يكونوا بسوق العمل. نحن رح نتابعهم بسوق العمل، رح نتابعهم بالوظائف اللي هنين عم يشتغلوا فيها، نورجي شو النتائج اللي عم يطلعوا فيها، هنين عم يشتغلوا أحياناً أكثر من شخص سوي ما في أي مشكلة. بس قديش حلو مثلا، هلأ أنت عم تقول 12 يمكن نموذج، في نماذج كتيرة وأعداد كبيرة بلشتوا ب 12 شخص. قديش حلو لما تشوف هاي النتائج على أرض الواقع، يعني كتير نقطة مهمة حكيتها أنه نأمن لهم فرص عمل، هن الناس ممكن يكونوا منتجين أكثر من السليم عقليا ونفسيا وجسديا. وفي كمان جملة كتير حلوة قلتها، أنه أحد الأمهات قالت أنه بنتي صارت تطلع من ترجع من التدريبات سعيدة. هاي النتائج لما تشوفوها قديش فعليا بتحسوا انه انتوا انجزتوا هيدا المشروع، قديش فعليا يمكن تعطيكم حافز ومسؤولية وسعادة داخلية انه هيدا المشروع له هدف وتم تحقيقه؟
أكيد. السعادة بحد ذاتها مثل ما تفضلت اليوم وقت تشوف هدول الأشخاص صاروا موجودين على أرض الواقع وصاروا فعلا سوق العمل. اليوم اللي اشتغل المشروع ما يقارب 27 شاب وشابة من أعضاء غرفة دمشق. هدول الأشخاص كلياتهم صار عندهم الحافز أكثر ليشتغلوا، مع أنه كلياتهم عم يشتغلوا بشكل تطوعي 100%، صار عندهم الحافز وقت شافوا هدول الأشخاص فعلا مو مجرد انه احنا عملنا شيء معهم ويلا مشروع وخلص. اشخاص صاروا يحبوهم، صاروا رفقاتهم، صاروا رفقاتهم على الفيسبوك، صاروا يتابعون اكثر واكثر. متابعه واستمراريه تماما. وقت يشوفوا الابتسامه على وجوههم، يعني احد الشباب شارك بفن الخطابه، وقت تدرب على تمثيل مسرحي المخرج تبع المسرحيه قال انه هذا شخص جدا مبدع بالاشياء اللي علمه اياها، فورا يطلع يمثلها اهم من اي شخص ثاني. بنفس الوقت هو بيعزف إيقاع وشخص تاني بيقدر يشتغل بعراضة شامية. فأنت بتشوفي هدول الأشخاص عندهم سلسلة أو مجموعة إبداعات بشخص واحد. تخيلي هدول الأشخاص اللي احنا 12 واحد مثل ما تفضلتي اشتغلنا عليهم وطلع معهم هيك، فكيف إذا اشتغلنا على باقي الموجودين ضمن هذا المجتمع وقديش رح يكون عنا نتائج إيجابية؟ يعني وسيم، بقدر ما هدول الأشخاص هن كانوا قادرين وفاعلين ورح يستمروا بهذا الشيء، بقدر ما هالخطوة اللي عملتوها هي كتير مفيدة. بختام حديثنا رهف، شو بتحبي توجهي رسالة لكل يلي عم بيتابعنا حاليا وممكن يقدر أنه يقدم شيء بسيط للقادرين، هيك رح نسميهم؟ هلا بوجه رسالة أنه نحن لازم ندعمهم أكثر، قال الأستاذ وسيم إنه دعم أهليهم إلهم لنقدر نحن كمان نأهلهم ونساعدهم. بوجه رسالة للمجتمع إنه هن عندهم قدرة، خليهم يظهروها، يندمجوا بالمجتمع وسوق العمل، لأنه نحن عملنا تدريبات بمقابلات العمل حتى يقدروا يواجهوا أي مشكلة بتواجههم خلال العمل، كيف يقدروا يتعرضوا على موقف وكيف يقدروا يتفادوا هذا الموقف. هن عندهم أشخاص حقيقيين، أشخاص فعالين، عندهم أفكار إيجابية، عندهم أثروا فينا نحن إيجابيين كأشخاص. نحن صراحة نحن تعلمنا منهم تمام، نحن تعلمنا منهم كتير شغلات. عندهم روح حب الحياة، عندهم الأمل، عندهم الإرادة، عندهم حب لبعض. فنحن عن جد تعلمنا منهم كتير شغلات، ونحن خلال تدريباتنا كتير كنا مبسوطين بتواجدهم، جدنا معهم عطونا كتير أثر إيجابي، عطونا كتير تفاعل، تفاعلنا معهم. هن بالأخير لحنا نهاية مشروعنا، بس لحنا ما انتهى عنا، لحنا رح نضل متواصلين مع هدول الأشخاص الشباب الداون. ضحكتهم هي فرحتهم هي سبب نجاحنا. نعم، يعني بختام حديثنا بدنا نشكر وجودكم معنا وسيم سعد نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية JCI ورهف حسن المسؤولة عن مشروع بي أكتف سايندروم. شكرا لوجودكم معنا، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا، بنتمنى لكم التوفيق وشكرا كثير لوجودكم معنا. واكيد بدنا نذكر مثل ما قالت سلمى، هن فعلا اشخاص قادرين، فيجب التعامل معهم كاشخاص سليمين من قبل المجتمع، من قبل الاهل، من جميع يمكن الفئات والشرائح المجتمعية. أكيد تمام. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمادتنا التالية، فبرعاية المهندس بشر يازجي وزير السياحة وبمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مديرية سياحة طرطوس بالتعاون مع جمعية الصنوبر معرض المنتجات الريفية والتراثية والمأكولات الشعبية في قرية المرخمدة بالقدموس بحضور فعاليات رسمية وأهلية. تفاصيل أوفى بتقرير زميلنا محمد حسن في طرطوس. بهدف إظهار الهوية الحضرية لسوريا، أقيم في محافظة طرطوس معرضاً للمنتجات الريفية والمأكولات الشعبية في قرية المقرمدة بالقدموس. المعرض ضم العديد من المصنوعات التراثية والفلكلورية والنحاسية والأزياء الشعبية والمنتوجات الزراعية والنباتات الطبية وبعض المأكولات الشعبية التي تمتاز بها المنطقة. السياحة ما بس هي فندق وما هي مطعم وما هي بحر، السياحة أيضا هي جبل، السياحة هي تراث، السياحة هي بيئة، السياحة هي حضارة، السياحة هي تاريخ. اليوم نحن مثل ما شايفين في هذا البيت التراثي الجميل، نحن عم نشاهد تاريخ سوريا من أكثر من 200-300 سنة موجود في هذا البيت التراثي الريفي. اليوم كمان مثل ما شاهدنا منتجات نساء سوريا ونساء محافظة طرطوس فيما يخص موضوع المنتجات الريفية. رسالتنا محبة ووفاء لبلدنا ولوطننا الحبيب،
ونحن اللي بيعمل لقريته الصغيرة شيء بيكون كأنه عم بيعمل لبلده سوريا الكبيرة كلها، وبالتعاون مع الأخوات أكيد بتضافر الجهود معهن، إيد واحدة ما بتصفق، كلنا تعاوننا مع بعضنا، والتعاون هو كان المثل الأعلى لأهلنا قديما، هو كان الطابع التعاون في قرانا ومنطقتنا، فرحنا بتعاوننا عملنا هيك عمل. أما بالنسبة للتراث فهو إحياء للتراث، كان وفاء لأهلنا ومحبة لأهلنا. احتفال بيوم السياحة العالمي هو طبعا يوم السياحة ب 27 أيلول. السياحة السنة أخذت عنوان سياحة مستدامة لأجل التنمية. طبعا تنمية المناطق الريفية هي من أولى اهتمامات وزارة السياحة للترويج وتسليط الضوء على هي المناطق الغنية بطبيعتها بتراثها بآثارها. اليوم الأدموس وقرية المقرمدة بالذات يعني عندنا معرض المأكولات الشعبية والتراثيات والمنتجات الريفية. قران ومناطق تحمل حضارة مغيلة بالقدم وتراثا شعبيا لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يمكن كتابة تاريخ المنطقة من دونه، لتظل سوريا صاحبة أجمل تنوع ثقافي وحضاري. أما هلأ سلمى صار وقت نروح بجولة على آخر الأخبار الثقافية لليوم، والبداية مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة التي أقامت فعالية بعنوان فرح الانتصار بمناسبة ذكرى مرور 49 عام على تأسيس المنظمة، وذلك في حديقة جرمانة بريف دمشق. فقد تضمنت الفعالية ملتقى للرسم وبطولة جولة الشطرنج الفرعية. تفاصيل أوفى مع زميلتنا هيا مليس اللي كانت متواجدة بالمكان. هذه الفعالية اجت ضمن سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي تقيمها قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة بمناسبة عيد المنظمة. نحن اليوم موجودين في ريف دمشق بهذا الملتقى اللي بيضم رفاقنا الفائزين على مستوى الروابط، اليوم تتويج على مستوى الفرع للفائزين الأوائل، كما لاحظتم توجنا الفائزين الأوائل على مستوى فرع ريف دمشق، أيضا هدول رعاية أخرى، أيضا هناك في بطولة على المستوى المركزي، وأيضا كان بهذا الملتقى هو لرفاقنا الموهوبين في الرسم. لاحظنا من خلال أيضا هاي اللوحات كيف عبروا رفاقنا عن محبتهم للوطن، عن محبتهم للجيش العربي السوري البطل. نحن اليوم ضمن خطة فرع الشبيبة وبمناسبة عيد الشبيبة نقيم ملتقى للرسم لرفاقنا المبدعين والفنانين على مستوى الروابط تحت عنوان تحية إلى الجيش العربي السوري، وأيضا نهائيات تصفيات بطولة الشطرنج على مستوى الفرع. اجت فكرة الملتقى باعتبار انه او بالاحرى فكرة الملتقى هي معتمدة على ثلاث افكار، منها كيف نحن كشباب بنشوف سوريا المتجددة، صور سوريا المتجددة بعقولنا باذهاننا، كيف منترجمها باقلامنا على ارض الواقع حتى نترجمها بالنتيجة على بحياتنا اليومية. ايضا تضحيات الجيش العربي السوري يلي لولاهم ما كنا موجودين بهالاماكن وما كنا عم نمارس حياتنا بشكل طبيعي. كان في مسابقة مبدئية على مستوى الروابط، والفائزين من الروابط اجوا يعملوا اليوم المسابقة مستوى الفرع. هاي المسابقة طبعا بمناسبة عيد الشبيبة 49، وإن شاء الله جيشنا دائما بخير وشعبنا في سوريا بألف خير. عبرت عن سوريا على شكل بنت محاطة بسائل من اليأس والألم اللي مرت في سوريا، عم تحاول تطلع منه شوي شوي. طلعت من اليأس، بس قد ما طلعت رح يضل في ندوب، واللي هنون أمهات الشهداء والأهالي الشهداء اللي راحوا رح تضل معلمة عليهم هالأزمة. هاي أنا معبر برسمتي إنه إيد الشعب العربي السوري متكاملة، رح تقطع إيد الإرهاب ورح نرجع من جديد سوريا متكاملة. هالرسمة بترمز إنه جندي عم بيساعد عجوز،
وانه طول ما في هيك رجال وهيك ناس بسوريا رح تضل سوريا بخير ومزدهرة ان شاء الله. شاركة بعيد الشبيبة وانا مفتخر بكل الشبيبين اللي معنا وبوجه لهم تحية انه بقول لهم كل عام وانتم بخير وقول لهم كل واحد سلام بالشبيبة. نور، رح نبقى بأساحل السوري وخبرنا التالي من محافظة اللاذقية وانطلاق فعاليات مهرجان زلفة الموسيقي التشكيلي برعاية من وزارتي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع المحافظة. انطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الثانية واللي أقام نادي حكاية الفن. تفاصيل أوفى مع زميلتنا مراسلتنا علا ناصر. برعايتنا من وزارتي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع محافظة اللاذقية ومجلس مدينتها، انطلقت فعاليات زلفة الموسيقية التشكيلية بنسختها الثانية والتي يقيمها نادي حكاية الفن، وذلك في حديقة الشهيد عمار رفعت عبود في حي المزرعة. هي عبارة عن يعني حالة فنية متكاملة، تظاهرة فنية في كتحول، يعني العدد المشاركين فيها حوالي 400 شخص بين راقصين، بين فنانين تشكيليين، بين رسامين، بين موسيقيين. الحالة هي من اسمها فيك تعرف انه عبارة عن شيء عفوي بالكامل، عم نحاول نعمل شيء اسمه تواصل، يعني إضافة مثلا خلينا نقول صار التواصل بين الفنان والمتلقي أسهل بكثير من باقي الأوقات الثانية. رسالة الأساسية نحن نتواصل كمبدعين مع الجمهور بطريقة أقرب من الطريقة الرسمية المعتادة أو الطريقة التقليدية المعتادة اللي هي الأمكنة المغلقة بشكل أساسي، أنه نحن نروح لعند المبدعين، لا هالمرة المبدعين إجوا لعنا. المشاركة الأولى بهذا المهرجان عملين بورتري حجر صناعي جرانيت فيه حالة مناجاة، والعمل الثاني على المرأة فيه حالة نهوض واستمرارية. تضمن الافتتاح عروضا راقصة وعزفا منفردا وثنائيا وجماعيا لطلاب النادي وعددا من العازفين المحترفين، إلى جانب افتتاح معرض منوع ضمت لوحات ومنحوتات لطلاب وفنانين أتوا من عدة محافظات سورية. مشاركتي هي في مشاركة عزف مو اليوم، نحن انه 3 ايام وفي تدريب للطلاب صغار وكبار. انا مصمم ومدرب هاي الفكرة، هي فكرة آدم وحواء، كيف بيولد آدم وبتطلع من ضلعه حواء وبعدين كيف بيطلع النسل الاول، وفكرتي انا حاطة هيك مجرد فكرة ما اكثر. فعالية زلفة تعود لمحبيها بعد غياب دام 3 سنوات لتكون النسخة الثانية منها مفعمة بالحياة والموسيقى والفرح في تظاهرة فنية متكاملة بامتياز. نور، وهلا رح ننتقل لمحطتنا التالية مع دنيا الأطفال، العالم البسيط لكن المليء بالحذر في كيفية تربية الطفل وغرس المفاهيم الصحيحة لديه. كيف بنعزز وبنزرع الثقة بنفوس أطفالنا هو السؤال المحوري اللي رح نطرحه اليوم على دكتورة غالية البغدادي الخبيرة بمجال الطاقة. صباح الخير. صباح الطاقة. صباح النور سلمى، يسعد صباحك. صباح الخير. يمكن كتير مهم من بداية التربية عند الأهل زرع الثقة عند الأطفال مشان ما يكون عندهم يمكن مشاكل نفسية أو مشاكل بالتعامل مع الآخرين. خلينا نحكي نبلش خطوة خطوة، يمكن من خلال علم الطاقة كمان نوعا ما فينا نعزز ثقة الطفل بنفسه. تمام. هلأ على طول الناس بتسأل إنه من أمتى منبلش نحن نعزز الثقة عند أطفالنا أو من أنو سن بتبدأ؟ في ناس بتفكر انه بس يكبر الطفل، وهو هذا اكبر غلط. نحن بنبلش بتعزيز الثقه من اول ما يخلق الطفل، لدرجه انه هو لو كان الطفل فينا يحكي نحن لحتى زهلنا يمكن بهذا السن، على قد ما بيكون هو ذكي وبيكون هو جاي وعم بيثبت قدومه للعالم وعم يثبت من طريقه افكاره وطريقه معاملته مع امه وابوه، لدرجه انه هو بيكون الطفل لما بيكون صغير اكل ونظيف وكل شيء بتحطيه بالتخت بيبكي. ليش بيبكي؟ هلا هو فورا بيعرف انه انا هلا اذا بكيت بدهم يجوا يحملوني اجباري، بدهم يجوا. فهي هي عاده بيتعودها، هي من البدايه. فنحن اول شغله لما بيكون الطفل
أموره كلها تمام، المفروض بس يبكي ما نحمله. هلا هي اكيد نوع من انه التربيه الصحيحه، انه انت خلص انت نظيف، انت ما بدك شيء، انت ما لازم انا احمله. من اهم المفاهيم التربيه اللي زرع بنفوس اطفالنا من اول يوم بيخلق فيه للست سنوات، يمكن هي اهم مرحله لازم نركز عليها. صحيح، لانه الطفل بالنهايه هو عم يجمع معلومات، وكم هائل من المعلومات اذا بدك من الناس اللي حواليه، امه وابوه كيف بيتصرفوا، يعني هالقصص هو بقى عم بيخزن، هو عامل مثل كمبيوتر وعم بيخزن، ولدرجه انه بيكبر وبتضل هالقصص معه. هلا نحن سلمى يمكن مثلا هلا قلك مثلا شو عملتي اول امبارح، تكوني نسيانه، بس قلك بتتذكري لما كنتي صغيره شو كنتي تعملي، بتقولي لي ايه. فحتى نشوف قد ايه انه نحن لما بنكون تمام المعلومات بتضل مخزنة عنا. فنحن هون بهالفترة بالذات العمرية لازم ننتبه نحن شو عم نعطي لأطفالنا أو شو عم نزرع فيهم. هل نحن عم نعطيهم معلومات صحيحة حتى يطلع هو بس يكبر إنه هو شخص عن جد عنده ثقة وعن جد تربيته صحيحة، أو نحن شو عم نزرع، عم نزرع شغلات خطأ. هل نحن منبلش عنا عطول الأمهات على طول عندها كلمة لا أو ممنوع أو ما تعمل أو ما تساوي، وهي شغلة كتير هي غلط نحن نقولها لطفلنا، خصوصي ببداية عمره مثلا. يعني نحن أول ما بده يبلش مثلا يأكل لحاله، هل هذا نوع من الثقة؟ خليه يأكل، معلش أول مرة يمكن صعب يلاقيها، بس ثاني مرة ثالث مرة حتزبط، نوع من الثقة. هون ببلش هو يعتمد على حاله أني أنا أستطيع. نحن عنا المشكلة الأمهات لا، ما في، بتوسخ حالك، بتوسخ ثيابك، أنا بطعميك، لدرجة أنه بيكبر الطفل وبيصير شاب وبتلاقي لا أنا بحب ماما تلف لي سندويشة، يعني بيضل معتمد على انه امه او بيقول لماما انت لامه انت سكبيلي. يعني شوفي قد ايه بيكبر بتضل هالقصه معه، حتى بطريقه مثلا الثياب او شراء الثياب، على طول مثلا الام لا هيك بدك تلبس، هذا بيلبق لك، هذا ما بيلبق لك، ما لازم هذا اللون تاخده. يعني تخيلي قد ايش هذا كمان بيكسر الثقه عنده، بصير بفكر حاله انه انا ما بعرف نقي. بتلاقي قد ايه بنشوف نحن صبايا كبار وشباب كبار بيقول لك والله بدي انزل على السوق انا وماما مشان تنقي لي تشتري لي ثياب. يعني فنحن عم نزرع فيهم شغلات هي بالنهايه بتقلل من ثقته، لدرجه انه هو اذا بده يروح لحاله يشتري ثياب بيلاقي الموضوع كتير صعب وما بيعرف يختار، بيقول لك حلو او مو حلو، بيضل عنده هذا الخوف او التلبك. نحن لازم على طول ندعمهم، نخليهم يشتغلوا كل شيء لحالهم. يعني اول ما بده يبلش الطفل يتعلم ياكل، معلش خليه يوصي خليه ياكل. اول ما بده يتعلم مثلا يفوت يلعب بالعابه، العب بالعابك، بس رجاء انت ضبه، انت مسؤول عن هالنقطه. هي كلها عم اول شيء عم بتعلمي التربيه الصحيحه، وثاني شيء عم تعطي ثقه بالنفس انه انت فينك، انت بتقدر، مو انت انه ما فينك تعمل شيء بالحياه. لا، مجرد ما بلش هو يطلع اغراضه يلعب فيهم ويرجع يضبهم، هذا نوع كتير مهم انه انت انا استطيع، يعني بحس حاله انه انا لعبت ورجعت ضبيت. فهون هون بتبلش بدايه الثقه بالنفس، وببلش الشخص يعرف او الطفل يعرف اني انا موجود انا استطيع. اكيد. يعني غاليه مثل ما حكيت يمكن الاعتماد على النفس هو شيء كتير مهم زرعه عند الاطفال من البدايه، وما يكونوا اتكاليين لانه هذا الشيء بيضل لبعدين بكل حياتهم. بس في كمان الأهل لهم دور، يعني في ناس مثلا بتقلك لا أنا ما فيني إلا هاي التفاصيل أنا بحب ساويها، وخصوصا الأم، يعني بيكون طفلة أو ابنة لسنوات طويلة هو محور حياتها. فينا نقول إمتى الأم بتقدر تعمل بدل ما يكون تخليه اتكالي تعمله تشاركي؟ يعني كيف تقدر تخليه هذا الشيء تحس انه هو شريكه بالموضوع مو هي اللي قائمه فيه تماما؟ تماما. هلا هون الدور بيلعب عند الام، يعني احنا بدنا نشتغل عند الام انه هو صحيح طفلك، صحيح انت فرحانه، وصحيح بدك تشتغلي انت على ادق التفاصيل حتى تنبسطي فيها، بس كمان انت هون بالنهايه انت في ضرر عم تأدي لهذا الطفل. هل انت مبسوطه بهذا الشيء اللي عم بيصير؟ لدرجه انه بتلاقيه حتى بيروح على المدرسه شخصيه مهزوزه، بيضل متعلق بامه، ما فينه يعمل شيء ابدا من دون امه، وهي شغله كثير غلط. لا، نحن هون لازم نركز على الام انه مثل ما حكيتي سلمى، انه لا تعال انا وياك نعمل هيك، تعال انا وياك نشتغل هالقصه، تعال انا وياك نطلع مشوار، انا وياك نقي الثياب، انا يعني فينا تعمل هاي القصه. بس هون بدنا نشتغل على الام، وتكون الام عن جد مقتنعه. نشتغل على الام وعلى الاهل، لانه الاهل نوعا ما هن بياثروا بطريقه غير سلبيه بدون ما يعرفوا، يعني أكيد. انه ابني وحيدي مثلا او بنتي دللتها، انا بعمل لها شيء منه وبتفتخر، ما بدي تعبها، ما بدي اعذبها، ما بدي تماما. وفي عندنا 25 سنه هي قاصه المي ما بتشيلها.
مزبوط صحيح. وفي عنا نحن هون مشكلة كمان، إنه مشكلة الطفل الأول. الطفل الأول يعني ما بتحسي ابن أمه وأبوه وابن سته وابن خالته وابن عمته وابن الكل بده يشارك بتربيته، والكل بده يعطيه، لدرجة إنه هذا الطفل ما عاد بقى أبدا تقدري تسيطري عليه، هو خلاص يعني فقدت السيطرة. كمان الكل بده يربيه أو الكل بده يعطيه قواعد أساسية بالحياة بيضيع، يعني مثلا مفهوم مثلا التربية بده يأخذ من أمه أو من سته أو من أبوه، ما عاد يعرف انه الصح. هي كمان تماما مطلع. يعني نحن لازم نركز على هالقصة، انه نحن الطفل بياخذ المعلومات او الاوامر فقط من امه وابوه، اما المحيط اللي حواليه عليه انه يحترمون، انه لا تعمل هيك، إيه انه يحترم اراء، اما ما انه يفوتوا او يقتحموا حياتهم الخاصه، يقتحموا قلب بيتهم، انت شو عم بتطعمي او انت شو عم بتشربي او لبسي هيك او هيك بيصير او هيك ما بيصير. هي اكبر غلط، لدرجه انه الطفل هون بيطلع عن جد شخصيته جدا مهزوزه، ما عنده ثقه بحاله نهائي ولا فيه يعمل شيء، وبتحسي بس يكبر ما بيكون صاحب قرار، يعني ما بيكون صاحب قرار ولا بيكون صاحب هدف، بيكون عنده رده فعل معاكسه تمام، يعني بيكون يعني اتكالي، هو بيكون شخص اتكالي فقط، بده يتكل على امه وابوه باي شيء بالحياه، حتى بشغل اذا كبر وبده يشتغل، إيه بابا شوف لي انت، ماما شوفي لي انت، يعني شوفي لوين نحن عم نأثر. وبالنهايه بيجوا الاهل بيقولوا لك والله انا ابني ما عم بيطلع بايده شيء، ما عم يقدر يعمل شيء. طب ليش؟ من الاساس انتم ربيتوه هيك، كيف على الكبر بده يتغير؟ فنحن هاي القواعد هاي لازم من الاساس نزرعها فيه. اكيد. كمان غاليه خلينا نحكي عن الضفه الاخرى من الثقه بالنفس او زرع الثقه بالنفس اللي ممكن تتحول للغرور، امتى فينا نقول انه نحن مسيطرين لسه على هذا الموضوع؟ تمام. هلأ هي الثقة بالنفس والغرور هي شعرة تفصلهم عن بعضهم. هلأ على طول نحن ما عرفنا بس بالبداية إنه شو مين هو الشخص الواثق من نفسه، كيف بيكون. هلأ الشخص الواثق من نفسه بتحسيه شخص كتير إيجابي، عنده طاقة إيجابية لدرجة إنه بتشع على الناس اللي قاعدين حواليه، على طول أفكاره أو الكلمات اللي بيحكيها هي إيجابية، على طول عنده حل لأي مشكلة بيفوت فيها، على طول بيكون بتحسيه إنه من الأشخاص اللي كتير لابق بمعاملته مع العالم، وعنده هدف عارفان شو بده. الشخص اللي ما عنده ثقة بتحسيه عطول شخص مهزوز، أي خطوة بده يعملها بيقدم خطوة لقدام وبيرجع ثلاثة لورا، أفكاره ما أنا مترابطة، لدرجة أنه حتى إذا بده يطرح أي مشروع أو بده يحكي أي موضوع بتحسيه كتير متلبك، ما أنا عارفان شو بده يحكي. فهذا الفرق بين الاثنين. هلأ بالنسبة للي حكيتيه سلمى، هلأ نحن نسيت أنا السؤال. الفرق بين الثقة والغرور. تمام. الفرق بين الثقة والغرور، هلأ مثل ما قلت لك هي شعرة. هلأ نحن على طول منربي أولادنا على شغلة معينة، إنه أنت كتير حلو، أنت ما في منك، هي أنا ما بلاقي مثل جمالك، أنا كذا. حتى إذا غلط وبنعرفه إنه هو غلطان، مثلا غلط بحق ابن الجيران أو غلط بحق حدا، وإجوا مثلا بدهم يقولون إنه ابنكم غلط، الأم فورا أو الأب بتوقف، أنا ابني ما بيغلط، أنا ابني ما بيعمل، بيكون هو غلطان. هلأ هون ببلش الطفل نزرع فيه شغلة الغرور، إنه أنت ما في منك، إنه أنت ما غلط. مجرد ما أهله طمعوه زيادة عن اللزوم ما عاد صفيت شغلة ثقة، صفيت شغلة أنت عم تزرعي فيه عادات سيئة أو عم تزرعي فيه الغرور. في فرق كتير كبير بين المغرور وقوي الشخصية. تماما. يعني في فرق بين يكون مغرور مثلا وما بيتهتم بالآخرين، يعني أنا ومو فارق معي اللي حولي. في فرق كتير كبير بين الثقة بالنفس، يعني هي نقطة كتير مهمة. بيقولوا لك إنه شخصيته قوية، لا هذا مغرور، حتى بطريقة كلماته وتعاطيه مع الآخرين، لا ابني قوي شيء شخصيته وأنا هيك بدي إياه. قوي الشخصية بيكون، أو اللي عنده ثقة زايدة بيكون قوي، عارفان شو بده بس باحترام ما بيتعدى الوقاحة. الغرور المغرور بتحسيه لا يتعدى الوقاحة، لدرجة انه بيواقح بأي كلام بدك تحكي، لا بيرد جواب أو بيحكي. هذا الفرق بيناتهم. بس هون بتشوفي عن معرفة عن علم عن أدب، هون بتحسي انه لا ما له علاقة بالموضوع، هو مجرد غرور، يعني هو شخص فاضي من الداخل بس حكي أو مظاهر خارجية هو بيتبعه. وبرجع بقلك هو هذا غلط من الأهل أو من تربية الأهل، لما أنا بضل بقوله لأبني لا أنت ما في منك، أنت صحيح. هلأ حلو أنه نمدحه، الكلمات الإيجابية أكيد أنه حلوة، تمام، تحفيز، بس ما تتعدى، ما تتعدى هذا الشيء، ما نحسسه أنه أنت ما في حدا مثلك بالعالم، مستحيل يكون مثلك، ما في بجمالك، ما في بأخلاقك، ما يعني هدول الكلمات زيادة عن اللزوم، هون نحن زيادة بنزرع فيه شيء غلط إذا بدك. أكيد. يعني مثل ما قلتي غالية، ضروري نحن نعرف كيف نزرع هاي الثقة وما نكون ضد أولادنا لا بالدلال الزايد ولا حتى بالزرع الثقة الزايدة عن اللزوم. أكيد. هاي الحدود كتير مهمة. كمان خلينا نعرف سلبيات هاي الشخصيات، يعني كل شخصية ذكرناها إلى سلبيات وإلى إيجابيات. أكيد. نعرف سلبيات الشخصيات وقديه بتأثر على حياتهم. أكيد. هلأ تأثير على حياتهم هي كتير كبير، هو أول ما بينضر هو الشخص نفسه،
يعني أول ما بيتأثر بهاي المواضيع هو الشخص نفسه، يعني بعد بقى ببلشوا الأهل إنه يحكوا ويقول يا الله أنا ابني ليش هيك عم بيصير معه. ما هو الأساس أنتو، نحن لازم نشتغل على شيء معين، لهيك بنبلش، لهيك بنقول إنه لازم تبدأ هي مع أول يمكن أيامه لا تماما طفل. من أول أيامه حتى لازم يمكن نبلش لك إنه لا معلش، حتى لو هو ببطنك للأم حاكي حتى طريقة تعاطيه معك بتختلف، يعني هون لازم نشتغل هاي التفاصيل من بداية، من أول شهر يمكن لأربع سنين خمس سنين، هي بتأسس شخصية الطفل لبعدين. يعني أنا بحكم على طفلي بعمر العشرين عن بأربع خمس سنين اللي عاشها كيف كان عاشها أبوه وأمه، متفقين كيف طريقة تعاملهم مع بعض، وهذا بيلعب دور كتير كبير بحياة الطفل. لأن احنا عنا مشاكل كتير بتصير أول شيء بالتربية وتدخل الآخرين، طريقة أسلوبنا بالحياة، إنه أي نحن نقاش بنحكينا حد الطفل، نحن على طول منقول إنه هو ما له فهمان أو هو ما له عرفان شو عم يصير، لا الطفل هو فهمان وهو عرفان أي كلمة عم تنحكى ناحه. هاي نقطة كتير مهمة حتى نشوف شو نحن الألفاظ اللي عم نحكيها ناحه، وعلى طول منقوله إنه شوف فيك أحسن منك، شوف ابن خالتك، شوف هذا كله بينزل من الثقة. يعني نحن بدنا ننتبه شو عم نعمل حول طفلنا، لأن هو الطفل برجع بقلك بياخد كل شيء من أهله، يعني نحن مثل الاسفنجة هو بيغب كل شيء، فلازم نكون كتير واعيين للشيء اللي عم نعملهم. بعدين عنا المرحلة الثانية اللي بتجي وهي مرحلة المراهقة، مثلا الصبية أول ما بدها تبلش توقف على المراية، يعني أنا بستغرب بكتير أمهات إنه بتجي بتقول إيه شو مفكري حالك صرت كبيرة شو وقفك على المراية، يلا روحي التهي بدراستك أو شيء، بتبلش تكسر لها من هالثقة اللي بلشت ان هي تشوف حالها صبية تشوف حالها حلوة، وهذا موضوع كتير خطر. لا نحن لازم نتقبلها، هي بالنهاية حقها انها تشوف حالها وتهتم بحالها، بس نعطيها التوجيه الصحيح انه ماما صح انت صرتي هلا كبيرة في تغيير بجسمك هرموني، انت عم تتغيري انت عم تحلي، بس هذا الشيء ما بيمنع انك انت بدك تتابعي يعني دراستك امورك، اما ما نضل كل وقتنا على المراية. وحتى الشاب نفس الشيء، اول ما بده يبلش يعبر عن رأيه ببلش مثلا بده يحكي مثلا يناقش باي موضوع بالبيت، بيقول له ابو شو فكر حالك، ان شاء الله فكر حالك صرت كبير، انت اسكت ما بتتدخل، لا ان شاء الله مفكر هالشعرتين اللي على مثلا انه شواربك او كذا انه صرت انت، فابدا في كلام كثير مؤذي يمكن الاهل ما بينتبهوا عليه وبيأثر بطريقه كثير تماما سلبيه على يعني الشاب او الصبيه. مزبوط، فبتحسي الطفل هون او الشاب اذا بدك ما عاد له اي شخصيه ابدا، انكسرت هاي الطاقه اللي عنده، بيصيروا لوين بيلجؤوا؟ بيصيروا بيلجؤوا للخارج للي بيدعمهم، ان كان البنت بتلجأ للخارج لحدا بده يدعمها ويقول لها انت حلوه، والصبي نفس الشيء بتلاقيه بفوت على البيت ما له علاقه بينزوي وبيطلع على برا بده يعمل حاله انه هو عنتر وهو بيقاتل اللي هو كذا هو. فهون يعني هي مشاكل نحن كتير هلا عم نتعرض لها، فلازم كتير ننتبه، يعني نعطيهم حقهم، نعطيهم الشيء الصحيح. ما في شيء عنا اسمه لا، ما في شيء عنا انك تقولي له للطفل انا ما بعرف. الام والاب على طول لازم يكونوا هن المرجع لاطفالهم، المرجع الحقيقي، ويعطون الكلمات وحتى اي سؤال بينسالوا عليه يعطون هن الجواب الصحيح يلي بيناسب طريقه تفكيره. يعني كل مرحله عمريه اكيد وإلى طريقه تفكير معين بالحياه تناسبه، بس ما في شيء نقول له انه لا وهلا شو انت مفكر حالك او شو كذا، هذا كله بيكسر من الثقه عند الطفل وبتطلع عن جد بس يصير شاب بتطلع شخصيته كتير مهزوزه. اكيد يعني غاليه اليوم حكينا يمكن كتير تفاصيل مهمة لكل اللي تابعنا أو لكل الأهل اللي تابعونا، بدنا نشكر وجودك معنا دائما تعطينا طاقة وحتى هيك بتخلينا نفوت بتفاصيل حياتنا ونعرف كيف نحن نمشي كل يوم. شكرا كتير لك غالية. شكرا لك الدكتورة غالية البغدادي خبيرة في علم الطاقة، شكرا كتير لك. أما هلا مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء الخير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك نور. موجز الأخبار بعد الفاصل. في خبر ورد منذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني نتيجة ضربة جوية للطائرات الروسية. وأشارت الوزارة إلى أن الجولاني أصيب بجروح خطيرة وقد فقد يده وهو في حالة حرجة. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الضربة تم القضاء أيضا على قياديين في تنظيم جبهة النصرة الإرهابية خلال عملية خاصة لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أنه تم قتل 12 قياديا ميدانيا منهم في سوريا.
سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على 3 قرى في الجيب المحاصر بين ريفي حمص وحماة، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابي داعش فيها. وذكرت مراسلة الإخبارية في ريف حماة الشرقي بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت معارك عنيفة مع إرهابي داعش في قرية أبو حناية، انتهت بمقتل العديد منهم وتدمير أوكارهم. جدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا دون أي تدخل خارجي، مؤكدا أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده. حاتمي قال خلال لقائه في طهران رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال خالوصي أكار أن ثوابت السياسة الخارجية لإيران مبنية على الحفاظ على تماسك ووحدة تراب جميع دول المنطقة. إلى ذلك أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الانتصارات التي تحققها سوريا بالتعاون مع الحلفاء تنبئ بنهاية تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. عراقيا استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على الجهة الشرقية لجسر الفتح في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك من تنظيم داعش الإرهابي. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله في بيان إن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواءين 3 و4 من الحشد الشعبي حررت قرية بريج واستعادت السيطرة على الجهة الشرقية لجسر الفتحة، وبذلك تكون قد أكملت مهامها في الصفحة الأولى من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة. أعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارلس بيغديموند أن كاتالونيا ستعلن استقلالها عن إسبانيا في غضون أيام. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية الأنباء عن بيغديموند قوله إن حكومته ستتحرك هذا الأسبوع أو في أول الأسبوع المقبل على أقل تقدير. وأضاف بيغديموند ردا على سؤال عما سيفعله إذا كانت الحكومة الإسبانية ستتدخل وتسيطر على حكومة كاتالونيا، قال بأنه سيكون خطأ جسيما سيغير كل شيء. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة وبتهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا اليوم. أكيد نور، رح نحكي عن موقع أصبح من أشهر وأفضل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قدرته وتمكينه للشخص المستخدم على إرسال واستقبال الرسائل كتير كبير وأيضا بشكل كتير خصوصي. أيضا هو بيمكن الناس من قراءة الأخبار ونشر أخبارهم الخاصة. أكيد عم نحكي عن الفيسبوك نور. أكيد سلمى، في اهتمام كبير بصفحات الفيسبوك، كثرة حالات اختراق الحواسب أو الحسابات وسرقة المعلومات الشخصية، فباتت إعدادات الأمان الشغل الشاغل لمستخدميها لحماية حساباتهم وتأمينها ومن ثم استخدام النصائح الأفضل في إدارة الصفحات الشخصية والعامة بشكل فعال وناجح بحقق انتشار وزيادة المعجبين. في هذه الفقرة رح نحكي عن أهم الإعدادات لحماية حساب الفيسبوك من خلال عدم اختراقه، وما هي النصائح لنشر الفعال في صفحات الفيسبوك مع مهندسة المعلوماتية منار قسام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نور. يسعد صباحك منار. صباح الخير سلمى. منار، يعني بالبداية السؤال اللي بيشغل بال كل المستخدمين الفيسبوك، كيف بقدر أحمي حسابي من الاختراق؟ هلأ بداية بس لازم أقول شغلي أنه اختراق حساباتنا للفيسبوك هو بالأساس بسببنا نحن، ما أنه بسبب ثغرة أو جاب موجود موقع فيسبوك، ولا لأنه موقع فيسبوك هو ضعيف، ولا لأنه الداتا بيس تبعيته قادرين الهاكرز يخترقوها بسهولة. هو بالأساس بسببنا نحن، بسبب إجراءات نحن يا أما ما منقوم فيها أو منعمل إجراءات خطأ. هلأ منا قصة الفيروس، الفيروسات يلي بتنزل على أجهزتنا أو نسميها الملفات الملغومة. هلأ كيف بتنزل؟ نحن أوقات بنعمل داونلود لبرامج ما منكون منتبهين لأو بتنزل بشكل بسيط، خصوصا وقتا منكون عم نعمل داونلود لبرامج من الصفحات العربية، دائما بتنقلنا من صفحة لصفحة لصفحة ملاقي حالنا بمكان تاني، فبتنزل فيروسات صغيرة. هاي الفيروسات بتروح بتتخبى بالسيستم تبع الكمبيوتر، بتصير قادرة هاي الفيروسات تعطي صلاحية
مطورة أنه تحصل على كل المحفوظات يلي موجودين بالمتصفح تبعنا، ونحن أوريدي عنا حساب الفيسبوك مخزن فيه، فهي وسيلة لأنه نحصل على المحفوظات وكلمات السر تبعيت الفيسبوك. طيب خلينا نحكي معك منار، كيف فينا نحمي فعليا حسابنا؟ قلتي يمكن الغلط بيكون منا، يمكن في إجراءات للأمان نحن ما بنتخذها بطريقة صحيحة، يمكن في كتير من الإجراءات لازم ناخذها، مو فقط مثلا نربط حسابنا على الموبايل، في إعدادات خاصة لازم كل فترة وفترة نعدلها نوعا ما. هلأ بالنسبة لإعدادات الأمان عندنا مجموعة من الإعدادات لازم نقوم فيها، بالإضافة لا مجموعة رح نحكي فيها شو لازم نعمل حتى نحمي حالنا من أنه يخترق حسابنا. هلأ إعدادات الأمان بسيطة منا، مثلا قصة تنبيهات تسجيل الدخول، يعني نحن بس نعمل لوجين على حسابنا على الفيسبوك ممكن يوصلنا مسج، هي ببساطة فينا نعملها نربط رقم التليفون على حسابنا على الفيسبوك من إعدادات سيتينجز، منفوت على إعدادات الأمان. قصة تنبيهات تسجيل الدخول هي مسج بتوصلنا إما على الموبايل تبعنا أو على الإيميل. شو بتعطينا هي التنبيهات؟ بتعطينا معلومات عن وقت الدخول على حساب الفيسبوك، التاريخ، من أي مكان، شو نوع البراوزر المتصفح اللي استخدمناه لحتى فتنا. فإذا بيوصلنا مسج بننتبه إنه نحن ما فتنا بهذا الوقت على حساب الفيسبوك، مباشرة لازم نقوم نغير كلمة السر لحتى نمنع أي شخص من إنه يفوت على حسابنا. هي فكرة. فكرة تانية إنه نحن لازم نعمل شيء اسمه التأكيد على الدخول، اللي هي الكود يلي بيوصلنا على موبايلنا تقريبا من 4 خانات، مجرد ما نعمل لوج إن بيطلب منا بعد ما نحط الباسورد بيطلب منا إنه ندخل هذا الكود يلي وصلنا على موبايلنا، نحطه كتأكيد، يعني إذا حدا ما معه الموبايل تبعنا حتى لو عرف كلمة السر ما بيقدر يفوت على حسابنا. أكيد. هي قسم منها. كمان الإجراء تبع الكود جينيريتر، هي أداة اللي بتولد الرموز، هي أداة بتولد رمز من تقريبا 6-7 خانات كل دقيقة، فكمان إذا عملنا لوج إن لحسابنا نحن بحاجة إنه نعمل لوج إن ونحط هذا الرقم خلال الدقيقة يلي عم تولد فيها هي الكود، كل دقيقة بتغير هذا الكود. كمان هي من إجراءات الأمان اللي بتزيد انه نحن ما نخلي حدا يقدر يخترق لنا حسابنا. اذا بنعملها مع مجموعه من الاجراءات، منا قصه مثلا ما نحمل نحن فيروسات على حسابنا، منا مثلا قصه انه الاشخاص اللي بيحملوا موبايلات بتشتغل على نظام الاندرويد ايام بيعملوا داونلود لابليكيشنز من مواقع ما انا موثوقه كثير، مثلا ما انا من جوجل بلاي، فبيعملوا داونلود لهي الابليكيشن ليستخدموها، بس هي بالاساس ما بتكون موثوقه، بتكون كمان عم تنزل الابليكيشنز، هي عم بتكون مثل كنز للمطورين تبعيت، عم تاخذ كل المعلومات الموجوده على جهازنا، وعم يقدر هذا المطور انه يتحكم بكل الجهاز مو بس بحسابات المخزنه يعني سواء كانت فيسبوك او ايميل او شيء. فالطريقة الأنسب لهيك موضوع أنه نحن ننتبه إذا بدنا ننزل أبليكيشن، مو ممنوع أنه ننزل شيء من خارج جوجل بلاي، بس ننتبه للتقييمات، النجوم اللي بتكون على الأبليكيشن، ننتبه للشركة المصنعة لإلها، نشوف التعليقات تبعت اليوزرز، يعني الناس بتعلق على هذا الابليكيشن بتقول انه كان منيح كتير استفادت، لا علق لي الجهاز، لا صار عندي مشكله بعد الجهاز، يعني انتبه لكل هالقصص هاي، وبعدها نعمل داونلود للابليكيشن بنكون هيك واثقين انه ما رح يعملنا مشكله بالجهاز تبعنا. كمان منار يعني من ضمن تصفحنا اليومي على الفيسبوك بيطلع لنا كتير تطبيقات، او خلينا نقول مثل انت مين بتشبهي من الفنانين، انت مين شو برجك بتوافق مع مين، بس نفوت عليها بعضهم بيطلب منك إذن أنه أنا أدخل على صورك وعلى ملفاتك وعلى، هل هي البرامج ممكن تنزل فيروسات؟ طبعا بتأثر كتير، دائما بس عنا نضغط على هيك أنواع من الفيديوهات أو الروابط عم تنقلنا لروابط خارج الفيسبوك، وبتطلب منا أنه تعمل أكسس على ملفاتنا. فهلأ واحد ممكن أنه ينبسط بالعنوان أنه شوف معلومات برجك أو شيء، أو مثلا شاهد الفيديو الفلاني لسقوط فناني، أو شاهد أفعى تبتلع إنسان، أوكي بيهني بيستخدموا عناوين رناني لحتى
أو كتب اليوزر اسمك أو وهذا الرمز بيطلع حبيبك السري بيطلع كذا يعني هي الشغلات درجت بالفترة الأخيرة كتير. وهي الضغط على هيك روابط مثل ما قلتي سلمى أنه عم تطلب منا أنه تعمل أكسس على ملفاتنا، هي عم تعطي ثغرة للمطور أنه يقدر يفوت على حساباتنا ويقدر يعمل بعدين تهكير لها. كل هي القصص مع بعضها بتخلي حسابنا ضعيف قدام الهكر. منار يمكن نحن اللي بنشتغل بالمجال الإعلامي نتعرض كتير لاختراقات لحسابنا لكتير من الهكرز بيحاولوا يهكروا لنا صفحات، فعليا قديش انا فيني احمي حسابي؟ يعني انا من فتره تهكرت صفحتي ما قدرت استرجع، يعني حاولنا لمده شهر شهرين رجعنا عملنا صفحه جديده. قديش فعليا نحن اللي بنشتغل بمجال الاعلام او اللي عندنا مثلا كمان مشاريع اخرى كيف فيني نحمي حساباتنا بشكل كتير فعال بحيث قد ما حاول الهكرز يخترقها ما بيقدر. هلا مثل ما حكينا اجراءات اعداد الامان مهمه كثير، التنبيهات اللي بتوصلنا لحتى نتاكد انه نحن فعلا عم نفوت مع حدا ثاني عم يحاول حتى يفوت مجرد المحاوله، لازم كل فتره كل 3 شهور نحاول نغير كلمه السر تبعتنا، ما نحط كلمه سر بسيطه، ما نحاول ندخل من اي جهاز، نحدد الاجهزه اللي بندخل فيها مثلا كمبيوتر الشغل، وحتى كمبيوتر الشغل لانه مستخدم من كثير اشخاص يوزرات تانية يفضل انه ما ندخل من موبايلنا الخاص، ما نعمل ما نكبس على روابط غريبه ما بنعرف مصدرها، اذا وصلتنا رساله على ايميلنا ما نضغطها ونحن ما بنعرف مصدر هي الرساله، كل هي القصص بنقدر نحمي قد ما فينا حساباتنا. طيب منار خلينا نحكي كمان عن النشر الفعال على الفيسبوك، هل له تأثير؟ شو هي قواعد النشر الفعال؟ أوكي، هلأ انطلاقاً من الشيء اللي حكيته نور أنه أنتوا كموزعين مضطرين تنشروا كتير على صفحاتكم أو حتى الصفحات العامة، هلأ قصة النشر المكثف هي قصة مانا كتير فعالة بما يخص الفيسبوك، يمكن فعالة كتير بتويتر بس بفيسبوك لا، لأنه خوارزمية العمل بفيسبوك ما بتعتمد النشر المكثف، يعني كل 5 دقائق بوست كل 5 دقائق بوست، لأنه هذا بيساعد خوارزمية العمل بفيسبوك أنه تعتبر أنه أغلبية المنشورات تبعت الصفحة معناتها هي منشورات غير مهمة، فإذا كانت صفحة شخصية ممكن النشر فيها خلال اليوم مثلا مرتين أو 3 إذا فقط. صفحة شخصية تفصل فيها ساعات نشر، أما إذا كانت صفحة إخبارية يحاولوا يفصلوا بين مرات النشر ساعة أو ساعة ونص، لأنه مثل ما قلت لكم النشر المكثف ما بيخلي المنشور يوصل لعدد كبير من اليوزرز. هون يمكن الفكرة بالعكس، كل ما نشرت أكثر بفكر حالي أنا وعم أوصل أكثر، وأحيانا بتكون يمكن الصفحة الشخصية هي نفسها صفحة اللي بنعرض من خلالها شغلنا، يعني كمان هي نقطة مهمة. ايه بس اذا عم نعرض شغلنا ممكن نعرضه مثلا نعمل بوستات بوست اول بعد ساعه بوست ثاني بعد، يعني هلا اذا كان صفحتنا الشخصيه اكيد ما رح تكون ما رح تكون مثل الصفحه الاخباريه صحيح. يعني حتى الصفحة الإخبارية إلى سياسة نشر العالم بتفكر كل ما نشرت أكثر كل ما أنا وصلت لعدد، لا أبدا أبدا فكرة النشر اللي كتير ما بيخلي المنشورات توصل لعدد كبير من اليوزرز، وهذا الشخص اللي بينشر كتير ممكن يلاحظها بيتفاجأ من أصدقاء أنه ما عم توصلهم المنشورات يلي هو عم بينشرها، لأنه النشر المكثف هون ما بيفيده بهي الحالة، بينشر بأوقات منفصلة لحتى توصل لعدد أكبر من اليوزرز. هلا بالاضافه للنشر المكثف عندنا قصه المنشورات المميزه، يعني انا شو بدي انشر بصفحتي؟ بدي انشر معلومات مميزه كثير، خصوصا اذا كانت صفحه اخباريه فهي اوريدي عندها موقع عم تنشر عليها هي الاخبار، فهي بدها تستخدم صفحه الفيسبوك كرديف لها، فهي بكفي تنشر الاخبار المميزه وتحفز الناس على انهم يفوتوا على صفحتهم على الموقع الخاص فيهم. لانه بالاضافه لقصه النشر المكثف شو هي الفيسبوك على شو بيعتمد؟ بيعتمد على مدى وصول المنشور للمستخدمين، بالتالي قد ايه مدى التفاعل عليه، قد ايه عدد الشير اللي بيصير، قد ايه عدد اللايكس اللي بيصير، قد ايه كومنتات بيصير في تفاعل على هذا الموضوع. فنشر مكثف مع محتوى غير مميز ما بيوصل لكثير يوزرز، يعني ما بيصير في تفاعل كثير، اما نشر مغتضب مع محتوى مميز كتير معطي مساحة ووقت أكتر ليوصل وبيصير في تفاعل كتير عليه، نحن بنكون وصلنا هيك بالإضافة لهذا الموضوع عندنا قصة الروابط اللي هي كتير منواجهها نحن. نحن بنعتبر صفحة الفيسبوك هي عبارة عن يوتيوب، هي عبارة عن موقع تاني، الفيسبوك إلى سياسة عمل مختلفة، يعني يوتيوب فينا ننشر فيديوهات وروابط كتير، بس نحن إذا بننشر بالرابط بقلب البوست تبعنا على الفيسبوك
شو منكون عم نعمل هيك؟ مجرد ما يجي المستخدم يوصله المنشور عم يشوف عنده رابط مثلا يوتيوب خارج يعني الفيسبوك، عم نكبس على الرابط، عم نروح على صفحة يوتيوب أو موقع تاني منشوف الفيديو، منرجع على صفحة الفيسبوك. إذا كنا عم نشتغل عن طريق الموبايل تبعنا صارت بجوز تعمل الابليكيشن يعمل ريفريش، نكون ضيعنا البوست نحنا، أو مثلا رجعنا ما عاد اهتمينا بقى نعمل لايك او كومنت على البوست لانه نحن اوريدي شفناه وخلص وصلتنا المعلومه. فقصة الروابط الكتير ما بتفيدنا لحتى نعمل تفاعل اكثر ونوصل المنشور اكثر. شو ممكن نعمل بهي الحاله؟ منخفف كتير روابط، ممكن نحط معلومه تشرح الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه الفيديو مثلا، منحط صور مثلا اذا بدنا مع الفيديو، هي الصور خليها تشرح مضمون البوست بحيث انه نجبر اليوزر انه يعمل لايك او كومنت قبل ما يستعرض الفيديو بشكل كامل. وفينا حالة تانية انه احنا مثلا بدنا نحط الرابط نحطه باول كومنت، يعني نحط البوست ونقلهم الروابط باول كومنت، هيك الناس بتقرأ المنشور بتحط لايك بتحط كومنت وبترجع بتفتح الرابط وبتشوفه، ما منكم ضيعنا الـ أكيد. يعني منار معلومات كثير اليوم عطتينا اياها، ومثل ما عودتينا دائما على معلومات جديده، بنتمنى من كل يلي تابعنا يقدر يعرف كيف بيقدر يحمي صفحته على الفيسبوك، وحتى نشره يكون نشره فعال مو غير فعال مثل ما سائد عند بعض الناس. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك منار قصان مهندسه المعلوماتيه لوجودك معنا والمعلومات القيمه اللي قدمتيها. شكرا كثير لك.